السلام عليكم. إن ضعف أداء الحكومة فلنعول على أنفسنا، وإن تاه التحالف وأصبح بلا رؤية فنحن أصحاب المعركة وأصحاب الأرض. المجتمع الدولي ليس خصما ولا طرفا في معركتنا، فرغم الجهود التي تبذل إقليميا ودوليا في سبيل استعادة الدولة، لكنه يظل مجتمعا محكوما بمصالحه وليس بنا. فاليمني هو المعني الأول في هذه المعركة، هكذا يبدو أحد أوجه الأولويات الإعلامية لقوى الثورة والمقاومة التي ينادي بها البعض. الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي وافق الأولويات الوطنية يأتي الحديث عنها مصحوبا بالتساؤل: لماذا تذهب بعض القوى الداخلية داخل معسكر الشرعية إلى حملات إعلامية ضد بعضها، خصوصا ما أنتجه الإعلام الحزبي والتراشق بين القوى السياسية داخل تحالف الشرعية؟ أما الوجه الآخر من المعادلة فحول ضرورة النقد والترشيد والرقابة الإعلامية للأداء الحكومي ومراقبة سير المعركة الكلية. فهل معارضة الاختلالات التي تصيب الشرعية ظاهرة صحية أم أنها لا تشكل أولوية في بلد يعيش حالة حرب لاستعادة الدولة؟ ما الذي يريده الرأي العام الشعبي المساند للشرعية من رسائل مهمة تتعلق بالوعي الجمهوري ومعركته المصيرية؟ وضد من يجب أن توجه سهام النقد وكشف المعلومات وإيضاح الحقائق وصناعة الرأي العام؟ مشاهدينا الكرام، في حلقة هذا المساء محاولة لإعادة ترتيب المصفوفة الإعلامية في معركتنا مع الانقلاب، نخصصها حول هذا الموضوع. فأهلا بكم وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الإعلامي والزميل أسامة محمود. مساء الخير أستاذ أسامة. مساء النور آسيا، أهلا بك وطاقم بلقيس وجمهور بلقيس أيضا. أهلا بك. إذن قبل أن نبدأ حوارنا أسامة، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لأكثر من عامين يخوض اليمنيون معركتهم المصيرية. منذ اللحظة التي اندفعوا فيها لحمل السلاح كانت اللافتة التي ينضوون تحت لوائها استعادة الدولة، ولا تزال هي العنوان الجامع لكل القوى السياسية والمدنية. تعددت جبهات المعركة وتنوعت أولوياتها وغايتها إسقاط الانقلاب، إلا أن من بين تلك الأولويات الكثيرة تحضر المعركة الإعلامية لقوى الثورة والمقاومة التي تشكل أحد أبرز خطوط مقاومة الانقلاب كأمر فاعل ومؤثر في سير المعركة. حضر الإعلام في اليمن كسلطة عليا في جوهرها حرية التعبير التي دفع الإعلاميون من أجلها ثمنا باهظا، وهم يكافحون من أجل الدولة التي تعرضت للاختطاف في الانقلاب وترجمت بسقوط الدولة، الأمر الذي فتح باب الجحيم على كل شيء. صحفيون وكتاب لفظوا أنفاسهم في سبيل حقهم المشروع في نقل المعلومة وحرية الرأي، من بينهم من توقفت أنفاسه بفعل القناصة، ومنهم من قضى بفعل السم، وآخرون يلفظون أنفاسهم تحت صياط السجانين في أقبية ميليشيا الحوثي وصالح. دافع اليمنيون عن حريتهم وكرامتهم ضد الانقلاب في حرب مشروعة، وانتقدوا أيضا الإخفاقات التي صاحبت في إدارة ملف الحرب والأعمال الإنسانية والإغاثية وما يتعلق بالوظيفة العامة من تعيينات دخلت فيها الترضيات والمحاباة وتهم بالفساد من قبل الشرعية خلال عامين. إلا أن الآراء تعددت وتباينت حول هذه الانتقادات، فما بين من يراها ظاهرة صحية لمكافحة الفساد خصوصا داخل الشرعية التي يؤثر قرارها على المشروع الوطني، وبين من يرى أن توجيه النقد إلى صدر الشرعية في هذا التوقيت دون غيره ليس في أوانه طالما والدولة لا تزال مختطفة. فمن هو المعني الأول بالمعركة؟ تظل الإجابة مرهونة بترتيب الأولويات الإعلامية التي تغرق أحيانا في التراشقات بين القوى السياسية والاجتماعية داخل معسكر الشرعية ذاته، وتنأى بالمتابع والمتتبع عن القاتل الأول المتمثل في الانقلاب وحده، وما دون ذلك تظل تفاصيل. إذن أسامة، لو بدأنا بالحديث عن الأولويات الإعلامية لقوى الثورة والمقاومة برأيك، يعني ما هي هذه الأولويات أو ما الذي يجب أن تكون عليه؟ نعم آسيا، أجد الترحيب بك وبطاقم بلقيس وجمهور بلقيس أيضا. أولا يعني من نافلة القول التأكيد أني هنا لا أمثل أي فئة ولا أتكلم باسم أحد ولا أدافع عن أحد أيضا، هي محاولة مني ودعوة لزملائي وإخواني من إعلاميين من كتاب من أصحاب رأي
انه يا جماعه احنا لازلنا وسط معركه ومعركه وجوديه، خلونا نتحرك باتجاه صحيح، خلونا ما نضيعش جهد مهدور. عشان كذا احنا لازم نوقف ونقول يا جماعه احنا فين، ايش قاعدين نسوي بالضبط، يعني احنا لوين نتكلم، احنا في اي اتجاه نصرخ. بالنسبة لسؤالك في الأولويات الإعلامية للمرحلة الحالية، كما ذكرت نحن لازلنا وسط معركة في أوج هذه المعركة. المعركة لا تشبه أي معركة مرينا فيها بجيلنا بشكل خاص، لا تشبه معركة 2011، لا نخوضها الآن سلميا ولا نخوضها بصدور عارية، بل نخوضها بدماء وبسلاح وبرصاص وبقنابل وبقذائف وبطائرات وبكل ما يمكن أن نستخدمه من أسلحة، لأن المعركة الآن هي معركة وجود، هي معركة أن جزء منا نحن اليمنيين جزء منا قالوا واستقووا علينا بالقوة، ولم يبقى من لغة ينفع استخدامها الآن إلا لغة القوة. وبالتالي عندما ندرك ونذكر أنفسنا دائما بأننا وسط معركة قوة، فينبغي أن ترتبط الأولويات الإعلامية بما يناسب المعركة التي نحن بصددها. نحن الآن في معركة قوة، يعني باختصار الجزء الأكبر من أولوياتنا حاليا هو إعلام حربي بين قوسين، يعني وإن سبقونا إلى هذا الاسم. بهذا الشكل أسامة، يعني أنت تجد أن هناك خلل في الأولويات الإعلامية داخل جماهير الشرعية؟ حقيقة ممكن يكون في خلل، وإن لم يكن بشكل جلي أو مدروس أو مقصود، ولكن هناك خلل أو هناك دعوة إلى أنه ما يكونش في خلل، ولا نحط المجال لأي خلل قادم أو متوقع، لأنه أحياناً حالة الفراغ وحالة سيطرة الفعل السياسي على الفعل المقاوم على الأرض والفعل العسكري قد تشغلنا بأنفسنا. يعني إحنا ردينا مشغولين بأنفسنا، نتراشق بين البين كقوة ثورة أو كقوة سياسية أو كمناطقية الآن، أو يعني استحضرنا كل ما يمكن أن يفعل لنا مشاكل، وهذا أدى إلى أنه العدو الحقيقي الغريم الحقيقي الغريم غريماً المفروض إحنا نواجهه ضاع. ليش ضاع؟ إحنا مشغولين بأنفسنا، إحنا نخبط يمين نخبط شمال وناسين الاتجاه السليم. الآن احنا نذكر أنفسنا يا جماعة اللي حصل التالي، احنا قمنا في ثورة سلمية، أعطينا المؤتمر الشعبي العام وفق المبادرة الخليجية، يعني أعطاه العالم واحنا قبلنا على مضض، وقلنا يا جماعة خلاص خليه ياخذ نصف الحكومة، ومعظم مكاتب التنفيذية في المحافظات انه يا مؤتمر تعال خذ انت وانت حزب حاكم، لم ينادي احد بحلك، لم ينادي احد باقصائك، الحزب الوطني في مصر او الحزب الحاكم في تونس او اللجان الشعبية تبع القذافي في ليبيا. احنا قلنا يا جماعة خلاص احنا متسامحين، بعد الثورة طلعت حكومة الوفاق احتفظ يعني الحد الأدنى من فكرة الدولة على هشاشتها، لم نرث دولة حقيقية من علي عبد الله صالح، ولكن على هشاشتها من تصدروا لهذا المشهد وكانوا بعضهم جدد على فكرة الحكومة والدولة والوظيفة العامة، على هشاشتها قاموا بعمل. يعني احنا نذكر احنا خرجنا من 2011 2012 2013 وسعر الدولار معقول، المطارات شغالة، الجواز اليمني مشيك، نلنا احترام، قدمنا أنفسنا بشكل سليم، وبدأنا ننال الاحترام بكل مكان، أخذنا جوائز دولية واعترف بنا العالم أن احنا اليمنيين. كان اليمني في ذهن المتابع العربي أو الأجنبي هو علي عبد الله صالح، هو القات أو السلاح أو العشوائية التي يصدروها عنا أو القاعدة أو القبلية، لكن استطعنا كشباب ثورة أن نقدم أنفسنا بطريقة مدنية جميلة، طلعت النساء وطلعوا الشباب، طلعت أوجه جديدة، الكل يتحدث بطريقة جميلة. هذا الجمال من غير هذه الصورة هم أعداء الجمال، هم من تدثروا بلباسنا بلباس الثورة، هم باختصار من يعني خلونا نقول بين قوسين استطاعوا أن يستدرجونا، أن يضحكوا علينا في 2012-2013، قالوا لنا يا جماعة يعني إحنا أبناء دولة الآن ودولة قوية ولازم إحنا نوجه سهامنا الآن إلى أنصار الثورة. يعني إحنا الآن علي عبد الله صالح انتهى وما فيش مشكلة معانا غير إحنا. استدرجونا في 2012 وبدأنا كل هجومنا نصبه طبعا في اتجاه وزراءنا، تعالي آسيا نتذكر كلنا وأنا واحد منكم، نتذكر كلنا أين تركزت جهودنا بعد 2012. لماذا أولا أنا أقول الكلام هذا؟ أقول لكي نستفيد، أنا أتذكر أن هذه المرحلة أستدعيها لكي نستفيد أنه إحنا شتتنا قوتنا، كان كل هجومنا يتركز من عند علي محسن لعند باسندوة لعند صخر الوجيه لعند صالح سمع لعند عبد القادر القحطان، هذول كلهم هم اللي قاوا يمثلونا، قاوا من طرف الثورة، ولم يحظى منا وزراء علي عبد الله صالح وما يسمى اصطلاحا بالعفافيش، لم يحظوا بربع ما حظي باصدقائنا او المحسوبين على صفنا. وكان الناس يستضيفونا ويقولون تعالوا تكلموا عن مراكز القوى، وتعالوا بالاخير طلعنا يعني مراكز القوى هي مراكز قوتنا احنا، مراكز قوى الثوره، مش مراكز القوى التقليديه اللي كانوا يقولوها. طيب يعني اتفق معك تماما اسامه فيما طرحته حتى الان، ولكن
الفكرة التي أيضا كنا يعني حتى ونحن نحاول أن نهاجم من ذكرت، كانت الفكرة أن يعني أنتم يعني أتيتم من الثورة فيفترض أن تكونوا الوجه الأجمل. يعني هو هذا يعني أنا يعني كانت لن أطيل كثيرا، لكن يعني مثلا من يعني من عرفوا بفسادهم يعني كما قلت قابلناهم على مضض، يعني فكان يفترض أن من سيأتي من الثورة أن يأتي كخير ممثل لها. نعم آسيا، يعني أنا أقول لك حقيقة الكلام في هذا الموضوع هو كلام يعني دقيق وحساس. أنا أريد أن أقول أنه لم يكن خطأ أن ننتقد الأخطاء، ولا جميل. ولا نريد أن نكمم أفواه، بالعكس لا، إحنا أبناء الجمهوريات. إذن يا أسامة ليس من الخطأ إذن أن نتحدث عن الأخطاء؟ لا، ليس من الخطأ إطلاقا. ما يحدث الآن أليس هو نفس الفكرة أن هناك أخطاء؟ يعني باعتقادك أسامة إن لم تفح هذه الأخطاء بسوئها، هل كان هناك من يعني سيبحث أو يدعي بوجود أخطاء ويترك معركته الأساسية وتوجه للجانب الآخر؟ يعني المعركة طالت سنتان ويعني وأكثر وستطول أيضا، لكن آسيا أنا يعني في البداية هل كنت تلاحظ في بداية المعركة هل كنت تلاحظ هذا الهجوم؟ نعم. كان هناك يعني انتظار، كان هناك أمل لهذه الشرعية أنها تأتي مثلا ب مع الأسف آسيا احنا لا يمكن أن نزمن مراحل النضال التي نحن فيها. تمام. نحن بدأنا نضالنا ب 2011 وما يحصل الآن هو جزء أنه احنا مستمرين في النضال. عندما تصدرنا وقلنا احنا ثوار ربيع العربي تصدرنا كي نتحمل مسؤولية، نحن لم نتصدر فقط كي نطلق شعارات وبالبلد ندهدها الناس، لا، احنا تصدرنا كي نتحمل مسؤولية، المسؤولية لا زالت الآن على عاتقنا أنه احنا نتصدر للمشهد بشكل سليم. ومن تصدرنا للمشهد ومن تقنيننا لفكرة النضال أن نحتفظ بحقنا في النقد وأن نحتفظ بحقنا بتسليط الكشافات والأضواء على كل ما نراه أنه خاطئا، ولكن هي العملية دقيقة وحساسة في هذه النقطة، كيف يمكن أن أسلط الضوء على الخطأ ولا أتوه عن الغريم الحقيقي وعن المعركة الحقيقية؟ المعركة الحقيقية الآن انقلاب وعودة الدولة، المعركة الحقيقية وجود آسيا، إحنا بخصامنا فيما بيننا بخسارتنا خسرنا كل شيء، انتقدنا تقطع الكهرباء ايام صالح سميع حتى اصبحنا بلا كهرباء، انتقدنا اغتيال مواطن ايام عبد القادر القحطان اغتيال مواطن في صنعاء حتى اغتيل البلد باكمله، انتقدنا كل شيء كان يتم في الماليه ايام صخر الوجيه حتى نهب البنك المركزي بكامله حتى اصبح الناس بلا رواتب. يعني انا اقول انه من حقنا ان ننتقد، ولكن من حقنا كصف ثوره اولا ان نقف كيمنيين اولا ثم كثوار فبراير ثانيا ان نقول يا جماعه احنا وين؟ يعني احنا نطلق 10 سهام باليوم لنطلق 9 على الحوثي وواحد نصوب بأخطائنا، ليس العكس. يا آسيا خلينا ناخذ انا وانت اليوم وانا والمتابع قبل ان ننتقل لفكره مثال ربما انت ستطرح، دعنا نشك معنا في حوارنا هذا الكاتب الصحفي فهد سلطان. مساء الخير استاذ فهد. مساء الخير والعافيه لك. أهلا بك معنا، أعتقد أنك استمعت لحديث ضيفي هنا في الاستوديو أسامة محمود، وفكرته تتلخص أستاذ محمود أستاذ فهد يعني أنه يعني هو ليس ضد أن ننتقد الشرعية، على العكس هو مع هذه النقطة، علينا أن نصوب هذه الأخطاء ولكن أن نرشد مثل هذه الـ يعني الـ الانتقاد وأن نقف تماما في مواجهة العدو الحقيقي ونعلم أننا أمام معركة حقيقية ضد الانقلاب. يعني هو ربما ختاما هو لخص الفكرة، نحن نوجه في اليوم 10 سهام، 9 موجهة للشرعية وواحد فقط للحوثي، والمفترض أن يكون العكس تماما، ما رأيك؟ والله القضية أنا أعتقد الموضوع ليس في النقد سواء كان موجه الشرعية أو غير الشرعية، من ناحية نقول هل اللحظة يعني هل مثلا الشرعية كانت بحجم المرحلة وكانت تتقبل هذه الملاحظات وتعمل على إصلاحها؟ يعني في إشكاليات كثيرة في هذا الجانب، يعني لا نستطيع أن نقول أنه كل النقد كان خاطئ ولا كله كان صحيح ولا أنه موقف الشرعية كان خاطئ أو كان موقف صحيح. في خلل كبير في التعاطي مع الأحداث، في التعاطي مع الوقائع. الشرعية ذاتها لم تفتح باب حقيقي لسماع الناصحين أو لسماع أو لتجاوز الأخطاء، ما فتح باب واسع لكي يتجرأ عليها الجميع يعني للنقد بحق وباطل. مسألة أن هنالك يعني صحيح أن النظام السابق أن كثير من الأقلام حاولت أن تدخل في معمعات نقد الشرعية، بل هنالك من شخصيات يعني نصت إلى داخل الشرعية ومارست الفساد والعبث والنقد من داخل إطار الشرعية، مما سبب يعني خلل
او او او, أو حتى تشويش عند المتابع او عند المواطن في نظرته الشرعيه وفي نظره يعني وفي نظر الى كثير من القضايا. نعم. إذن يعني ما رأيك أسامة في هذه النقطة؟ يعني يرى الأستاذ فهد أنه يعني هناك خلل كبير فعلا، ولكن ربما من تصدر مثل هذا الخلل أنه هناك وجود فعلا من كانوا في النظام السابق ربما هم من بدأوا ليس فقط نقد وإنما ربما هدم للشرعية من الداخل. يعني أيضا طرح سؤال مهم للغاية، هل كانت الشرعية بحجم المرحلة التي يعني ربما أمل الناس بها أن ينجزوا أن يستعيدوا دولتهم وأن ينجزوا ما سلب منهم؟ آسيا في الحقيقة يعني ردنا على سؤالك سؤال أستاذ، يعني حتى أننا الآن أقصد لسنا يعني لا تكفي حلقة لتقييم الأداء بشكل عام، لا بالتأكيد. ما نريد التركيز عليه هنا أننا ممكن أن نقول في يعني في التهكم وفي هجاء الشرعية معلقات، وبإمكاننا أن نقول على أدائها وعلى سوء تمثيلها وعلى قصورها حتى أكثر مما قالوا مالك في الخمر، لأنه حقيقة بس الخطأ والقصور موجود ابتداء. هذه الشرعية تعمل في ظروف تعمل من الرياض، هذه الشرعية الواحد منهم داخل الرياض يحتاج يعني ممكن يشغل جزء كبير من تفكيره أنه كيف يخرج وكيف يقدر يرجع عشان ما ينحرم بعدين من رؤية أسرته، يحتاج تأشيرة حكومية للرياض أو تأشيرة عشان يقدر يروح ويرجع. هذا الآن أنا أقول ليس أنهم يعني بلا أخطاء، لا بالتأكيد هم أخطاء، وأخطاء كبيرة وأخطاء فادحة بالتأكيد، وبالتأكيد نحن أبناء جمهورية وأبناء ربيع عربي، نحن جمهوريتنا لا تعاقبنا على بوست في الفيسبوك ولا على تغريدة في تويتر، إحنا الحرية هي المبدأ الأسمى الذي نعمل ونناضل كلنا لأجله، لكن يعني مع الحرية يقتضي الوعي، حتى الحرية تقتضي أن تحافظ على عناصر قوتك كي تستطيع أن تقول رأيك بحرية. يعني ماذا حصل عندما إحنا انتقدنا كل مثلا كل شيء مثلا في عدن؟ هل تريد الآن أن يختفي الوضع السياسي في عدن وإحنا مشغولين بخلافاتنا الآن؟ الآن في عدن لا تستطيع أن تقول رأي سياسي مخالف، يحرق مقرات الأحزاب، نستطيع أن نقول في الأحزاب وفي الإصلاح وفي الناصري نقول معلقات أنهم لا يصلحون لهذا الزمن، يعني جملة وتفصيلا نستطيع القول ذلك ونجيب الدلائل، لكن هل الآن هل هذا سيحقق لنا جزء من معركتنا نحو السير نحو استعادة الدولة؟ آسيا والصمت فهد يعني سيحقق؟ هل الصمت سيحقق؟ لا لا الصمت طبعا لا يحقق. آسيا أنا أقول لك أستاذ فهد ولكل المتابعين، يعني هل ندرك إحنا فداحة ما نحن فيه؟ إحنا الآن عمليا بلا وطن، جوازك اليمني يعني ناهيك عن أنه يخرجك خارج البلاد، هو ما ينزلكش لعدن. يعني إحنا الآن في مأساة كبيرة، إلا من نستشعر هذه المأساة وندرس الواقع بشكل سليم سنتوه عن التفاصيل. يعني أنا الآن يعني مثلا مما كنت مثلا ألاحظ على الناس على سبيل المثال كيف يضيع الغريم، كيف يضيع المجرم الحقيقي، كيف يضيع يعني الشباب في تعز تعاني يوميا ويقف فيها أشرف الناس للمقاومة وللدفاع عنا عن ذودنا عن أرضنا عن عرضنا عن جمهوريتنا عن حريتنا، وبعدين يعني الناس من قهرهم الناس مقهورين منتظرين غريم، يعني المقهور هذا والمظلوم منتظر يمسك واحد غريم ويقول لك أنت غريمي، تقوم يطلعوا مظاهرة ووقفة لها كل الاحترام بالتأكيد، لكن الأمم المتحدة تقتلنا، الحكومة الشرعية خذلتنا، والعدو الحقيقي ضاع، لا اللي يقتلك الحوثي، اللي يطلق القذيفة هو الحوثي، التحالف سابنا، التحالف بالتأكيد دخل المعركة ضمن أجندات سياسية، ضمن مصالح معينة، ضمن يعني أجنداته الخاصة، هو الآن مشغول بنفسه، يبدو تائها، يبدو عنده مشاكله الداخلية، لكن التحالف لو ما هلوش التحالف إيش بنسوي يعني؟ ما عندناش معركة؟ لو ما هلش الحكومة الشرعية لو ما مثلتناش بالرياض، إيش بنسوي؟ بنترك بنخلي الحوثي يدخل؟ لا، لنتأكد أولاً مثل ما جاء في مقدمتكم الكريمة أننا نحن المعنيين بالمعركة، نحن أنا وأنت وهو وهي، هذه المعركة تخصنا نحن، تخص وجودنا ومواطنتنا، يعني عندما تخصنا هذه المعركة فيخصنا أن نستخدم الأدوات السليمة. نعم. من الترف ومن المثالية السياسية أن نستخدم أدوات في الوضع الطبيعي، يعني في 2012 نستخدم الأدوات والمعارضة ونكشف فساد وزير ونعمل ونعمل ونعمل، هذا مطلوب، لكن هذه الأدوات وكأنك يعني مع فارق التشبيه أنت تنزل بقواعد كرة الطائرة لتلعب كرة القدم. المعركة الآن معركة حرب، معركة سلاح، أشرف من فينا الآن يقدموا دماءهم في الجبهات. يعني أنا وصل بنا الحال من انشغالنا بأنفسنا إلى أن يعني مثلا الشباب في تعز في الجبهة الشرقية يتقدم في رمضان للقصر الجمهوري، وناس أنقياء لا أقول أنهم مدفوعين يقولوا بالأخير بيحرروا عمارة عمارتين ويرجعوا، ليش قليل عمارة عمارتين عليك؟ قليل لنا أنزل قناص أو قناصين يقتلوا أطفال ونساء، الآن أصبح بدل ما أنت تمثله هو جالس يدود عنك بدمه، أصبح أنه أنت تسخر منه بالفيسبوك، أنت ظهره، هو مستند عليك أنك تحسن صورته أمام الناس. إحنا الآن هذه مهمتنا، وأيضا جزء من الموضوع الحكومة الشرعية، نحن يا آسيا بلا تمثيل سياسي على ضعف أداء عبد ربه، على البلاء كله اللي بالحكومة الشرعية بكل الفريق،
لكن نحن بلا هؤلاء عبارة عن ميليشيات. كل عمل قتالي عبارة عن عمل مستهدف من كل طائرات العالم. كل طائرة العالم بإمكانها أن تقصفنا لولا هذا الوجه السياسي. نقوم إحنا نقول لهم لا لا يا جماعة، هذا الوجه السياسي ما يمثلناش، الحكومة الشرعية لا تمثلني، الأمم المتحدة تقتلني، وين الحوثي؟ طيب ضاع الغريم الحقيقي الآن. دعني أنقل هذه الفكرة أسامة. أستاذ فهد، يعني هذا ما يحدث فعلا، يعني يضيع كما وصفه ضيفي هنا في الأستوديو الغريم الحقيقي للشعب اليمني بأكمله. يبحث المواطن يعني المغلوب على أمره لأقرب غريم يمسكه، ربما يجد أن هذا الأقرب هو وجهه السياسي الذي يفترض به ألا يشوهه أو ألا ينكره تماما. يعني في نهاية الأمر إن لم يكن لديك واجهة سياسية معترف بها أمام العالم على سوئها، في الأخير أنت عبارة عن شخص تحمل السلاح وقد تصنف كميليشيا مسلحة. فلماذا هذا الخلل برأيك أستاذ فهد الحاصل؟ الخلل الموجود يعني في الأدوات الإعلامية التي يفترض أن تكون هي ظهر هؤلاء من يقاتلون في الجبهات، وأيضا يعني من عليها أن تنور الناس البسطاء بمعركتهم الحقيقية. أنا أقول التالي، أنا أقول أن الشارع اليمني وخاصة المناصر للدولة والشرعية كان وفيا إلى آخر لحظة، وفي اللحظات التي كانت الشرعية تخطو خطوات جيدة سواء على مستوى إقالة الفاسدين أو التغييرات الجديدة، كنا نجد الشارع اليمني بحماس منقطع النظير البارز في هذه الأعمال، ولكنه كان هذا الشارع يعني في أماكن أخرى كان يقف بالمرصاد لأي خلل أو أي خطأ. أنا بالنسبة لي أعتقد أن الشارع اليمني كان حقيقة إلى مستوى كبير، وكان في لحظات من اللحظات يعني إذا يؤيد في المواقف الصحيحة ويعترف في المواقف الخاطئة. الذي ينظر على أنه النقد أو سواء كان للشرعية على أنه كان تحرير على أنه إسقاط هيبة، أنا أعتقد أن الشرعية نفسها تتحمل المسؤولية الكاملة من جانب. أولا أن الإعلام الشرعية نفسه لم يكن واكدا لا للشرعية نفسها ولا للمقاومة ولا للتضحيات التي تقدم، ويعني كانت التضحيات في الميدان وكان الجهد الذي يقدم سواء على الميادين متقدم بأشواط كبيرة عن الإعلام، سواء بل ليس على الإعلام فقط بل حتى على مستوى السياسيين نفسه في منقب الشرعية. لا ينبغي أن نحمل اليوم المواطن اليمني الذي كان يؤمن كثيرا على الشرعية، كان يؤمن على أن هذه الشرعية ستكون المنقذ، ولكن كانت بوابة. يعني على سبيل المثال تم تعيين عدد من القصص لو ذكرناها كثيرة وأكثر من أن تحصى، يعني عن مواقف خاطئة وكيف وقف الشارع اليمني كله ضد هذه القرارات، ثم بعد ذلك عندما تحصر الكارثة تستعيد الشرعية في اللحظة الأخيرة وبعد فوات الأوان. وهنا يأتي من يقول أنه يعني على سبيل المثال الآن ما يجري في مدينة عدن، كم وقف عدد من الكتاب البارزين ووقف بعض من شخصيات داخل الأحزاب وتكلم الشارع اليمني يعني عن ما يجري في عدن بأنه يعني تقسيم وبأنها مؤامرة وبأنه تفاصيل. كانت الشرعية تظهر على ذلك كله وتمشي في مسارها حتى وقع الفأس بالرأس. أنا أقول أن إعلام الشرعية تحمل المسؤولية الكاملة، وحتى الآن كلمات حتى تحمل المسؤولية الكاملة هذه أعتقد كلمة فاضلة في مثلها ولا معنى لها، وكم حملت القضية الفلسطينية إسرائيل ولم يحصل من ذلك شيء. أنا أقول الآن كيف نرتب للوضع الجديد؟ كيف نستفيد من أخطاء السابقة؟ كيف تستفيد الشرعية؟ الشرعية فشلت حقيقيا في أن توجه الرأي العام وقضاياها، لأنها كانت تتعامل بنزاهية، تتعامل يعني بتناقض كبير بين قرار وبقيين قرار، بين موقف وموقف، على مستوى آراء داخل الشرعية متناقضة تضرب بعضها بعضا بما كان يشوش داخل الشارع اليمني. لا ينبغي اليوم أن نلوم المواطن اليمني الذي كان يجد نفسه مشوش بين تيارين، بين حزبين، بين موقفين، بين يعني كثير من الأخطاء كانت من الداخل، الإشكالية كانت من الداخل ولم يتم معالجتها حتى هذه اللحظة. ولذلك لا ينبغي أن نحمل المواطن اليمني الذي يعني وجدناه صادرا مفتسدا يريد دولة يريد مؤسسة يتعلق بأي قشة من أجل أن يخرج من هذا الفضاء، لكنه كان دائما يتحمل الكثير أو كان يدفع ثمنا غاليا. نعم، إذن أستاذ فهد وصلت فكرتك، اسمح لي أنت والأستاذ أسامة أن نذهب فقط لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى اسامه معنا. اذا يعني نناقش الفكره التي طرحها الاستاذ فهد قبل الفاصل، يعني يتساءل لما يعني نهاجم هذا المواطن المسكين الذي يعني وجد نفسه بين تيارين، وجد نفسه في معمعتين، وجد نفسه غير يعني منصفا من احد. يعني انت تطالب الان الاعلام ان يعني ان يكون ربما على قدر اكبر من المسؤوليه في مواجهات، يعني خاصه في حرب. اذا كان الاعلام الرسمي لم يتحمل هذه المسؤوليه ولم يعني فعلا يقدم صوره حقيقيه عما يحدث في المعركه، يعني يجد ايضا ان الحكومه فشلت فشلا حقيقيا لتوجيه الراي العام، يعني حتى على مستوى التفاصيل البسيطه كانت عاجزه وقاصره فيها. فلما يعني نقول لهذا المواطن لا تتحدث عن يعني آسيا للتاكيد كلامي لم يوجه ابدا للمواطن، للمواطن في الداخل الحق في قول ما يشاء وفي سب وفي شتم ايضا من يشاء. ليش؟ لأنه الله لا يحب الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا المواطن مظلوم بالداخل بالتأكيد. تمام، أنا كلامي كان لنا كزملاء صحفيين، كأسرة صحفية، كإعلاميين، ككتاب رأي، كواحد يقدر يقول كلمتين. طبعا المواطن اليمني، احنا كلنا سافرنا واغتربنا وعرفنا الناس، المواطن اليمني من أعلى الشعوب العربية وتقريبا في المنطقة وعيا ومعرفة بالسياسة وبقواعد السياسة. المواطن اليمني مسيس بشكل كافي، لا يمكن يعني أن أقدم له أنا الآن مواعظ ولا كيف إيش يسوي إيش ما يسويش، لا. أنا الآن هي دعوة لي ولك ولكل الزملاء الذين يستطيعون يعني توجيه الرأي العام لكل الكتاب، بأنه يا جماعة أنت الآن تقول لي يعني الإعلام الشرعي والإعلام الرسمي مقصر. ما فيش إعلام رسمي آسيا، في غرفتين في الرياض جابوا لهم كاميرتين وقال لهم أنتم قناة اليمن، وظلوا فترة عبل ما يدفعوا إيجار القمر عشان يسحبوا الترخيص الرسمي. يعني الناس في الرياض ما تفتكروش انه كل من يستلم له كم الف بالرياض هو عايش في الهنا، لا بالتاكيد. يعني من منا ولا من من الرياض بنفسه يرجع صنعاء، بنفسه يرجع يمارس حياته الاجتماعيه الطبيعيه بدل ما هو يعني شبه اقامه اجباريه في السعوديه. انا لا اقول انهم بريئون من الخطا، لا بالتاكيد هم خاطئون وهم مقصرون وهم لا يعطوا الحدث اهميته، ولكن اذا كان لا يوجد اعلام رسمي او توجد مقومات الاعلام الرسمي، ليش كان قبل المقاومه وقبل الثوره كان في اعلام رسمي مشرف؟ ما كانش فيه بالتاكيد. لكن اذا كان لا يوجد فنحن الاعلام الرسمي، احنا الاعلام الرسمي يا سيا. نحن نواجه عدو خبيث لم يفلح علي عبد الله صالح ونظامه في بناء شيء، كما فلحوا الهاشميين الإماميين داخل نظام علي عبد الله صالح في بناء منظومات تقارير استخباراتية ومنظماتية تضربنا في العمق. هذول الناس شغالين من زمان، ركزت كل طواقم السفارات الأجنبية تنتمي لأربع أسر كلها تنتمي للهاشمية الإمامية، وكل هؤلاء هم أعداءنا الحقيقيين، وهم من استخدمونا واستخدموا علي صالح واستخدموا الثورة لتحقيق مآربهم. يعني هؤلاء واصلين لكل منظمة أجنبية، واصلين لكل سفارة، واصلين لكل يعني يتكلموا داخل الأمم المتحدة ويتكلموا داخل منظمة حقوق الإنسان، ومصورين الأمور غير الأمور، مصورين الأمور إنه هذا المواطن المسكين يقصف من قبل التحالف العربي، ويستدلوا حتى بصور اللي تقتلهم الميليشيا الحوثية أصدقائهم، يستدلوا بصورهم في تعز بأبنائنا اللي في تعز، يستدلوا فيها أنها من أخطاء التحالف. لا أقول أن التحالف بلا أخطاء، لا أقول أن المعركة، لا، أنا أقول أن هناك خلل كبير، ولكن من المسؤول عن الخلل؟ إن لم نستطع نحن إصلاح الخلل هذا نحن المسؤولين، نحن من سنواجه. نحن الآن على جبهة الإعلام، إن اقتضى الوضع ننزل الجبهة، لكن نحن لا نعاني من نقص في الرجال ولا نقص في العزيمة في الميدان، لكن نحن لابد أن نقوم على هذه الثغرة بحقها. اللي يقدم دمه أنت قدم كلمتك. يعني أنا الآن تخيلي آسيا، أنا مقاوم الآن أقف على جبهة القصر الجمهوري في تعز في رمضان في عز بلا رواتب بلا دعم بلا ذخيرة كافية وعندي صحيح. مشاكل داخلية، وافتح الفيس كذا وأنا بالمترس منتظر وقذيفة ممكن تسقط بأي وقت على مفسبكين يتكلموا إنه الحين بيحرروا عمارة ويرجعوا، ايش القهر اللي يصيبك؟ بسيب كل شيء، بسيب كل شيء بروح. لذلك انا اقول ان نرشد خطابنا الاعلامي، أن يعني الناس نقدم لهم غريمهم الحقيقي. اسيا، انا وانت وفهد الان ناخذ يعني هذا المثل اللي كنت بذكره قبل الفاصل، خلونا ناخذ 24 ساعة تلفزيونية او ساعة اعلامية، خلونا نقتطع كذا عينة تحليلية مثل ما يعملوا المخبريين، تعالوا نشوف خلال 24 ساعة احنا ايش احاديثنا؟ وين موجهة سهامنا؟ بنلاقي انه 23 ساعة ونص نتكلم على مشاكلنا الداخلية، مشاكلنا الداخلية بما فيها الأحزاب والحكومة الشرعية والإصلاح وعلي محسين والمقدشي وكل هذا مشاكلنا، ونص ساعة كذا كأن احنا نعمل تحليل لل 23 ساعة الباقية نتكلم على الحوثي وصالح على الطريق. الجماعة يضربونا في العمق، ضربوا وجودنا واحنا جالسين مشغولين بأنفسنا.
إذن هذه فكرتك أستاذ فهد. يعني تستمع الحديث أسامة، يعني يجد أن يعني هناك من يضربنا بالعمق حقيقة، وهناك من يعني يعمل على هذا الأمر منذ سنوات وليس فقط في الآونة الأخيرة. ربما يعني وضح أسامة أنه لا يطالب المواطن المسكين المضطهد الذي تحدثت عنه أنت، هو يتحدث عن دعوة لنا كزملاء كإعلاميين أن نرشد خطابنا، أن نهدف يعني أقلامنا نحو العدو الحقيقي كما وصفه. برأيك أنت يعني ما هي أو الأسس التي يعني يفترض أن تكون مهمة لصياغة مبادئ إعلامية يعني تعي تماما من هو العدو الحقيقي وترشد الرأي العام نحوه؟ أستاذ فهد هل تسمعني؟ أستاذ فهد هل ما زلت معنا؟ إذا يبدو أن الاتصال سقط. أنقل هذا السؤال لك أسامة، يعني طالما أنت من وجهت هذه الدعوة، برأيك ما هي الأسس أو المبادئ المهمة لصياغة مبادئ إعلامية حقيقية تعزز الوعي لدى الشارع اليمني، توضح لهم من هو العدو الحقيقي، توضح لهم أيضا يعني هذه السنوات التي ليست بهينة، التي يضرب فيها يعني العدو بهذا الشكل مجتمع منذ يعني ربما من ثورة 62 لم نتخلص من التخلص الحقيقي والتام. نعم آسيا، في الحقيقة يعني احنا ما نقدرش الان يعني نصيغ ميثاق شرف اعلامي ولا شيء، انا اعتقد انه كل الزملاء اخواني واصحابي واحبابي والزميلات كلهم رائعين وكل واحد يقوم بجهده في مكان بالتاكيد، واحيانا هو نوع من التنفيس ونوع ايضا من الغضب، قد يغضب الواحد على اقرب المقربين له، ولكن احنا نقول يا جماعه يعني احنا ما نقدرش نلم الجميع كامل، يعني لا نقدر نقول يا جماعه انه خلونا نركز شويه، العدو قائم على بعد كيلومترات منا، يقصفنا بشكل يومي، شهداءنا يتساقطوا بشكل يومي، واصل احسن مننا بتمثيله يمثل نفسه ويمثل بنا عند المنظمات وعند العالم وعند كذا. الحكومه هي الجدار القصير خلينا نسميها، هي السقف المتهالك الذي يكاد يقع ان يقع علينا جميعا، يفترض بالحكومه صح ان تحمينا وان تحمينا هذا السقف، لكن نحن الان نحمل السقف هذا لانه في قصور في الاداء، لانه في ظروف ما خدمتناش، التحالف في مشكله، في عدم وضوح للرؤيه، اوكي تمام، لكن احنا المعنيين، احنا يعني ميثاق الشرف الذي ينبغي ان يحضر في ذهن وفي قلم وفي عقل كل اعلامي وكل صاحب راي، ميثاق الشرف هو ان تستذكر اننا لا زلنا وسط معركه بمواجهه عدو بغيض يمتلك من الادوات ما لا نمتلكه نحن. نعم، اذا اعد معنا الاستاذ فهد. استاذ فهد يعني اؤكد على النقاط التي طرحها الاستاذ اسامه، يعني ربما انت تحدثت قبل الفاصل عن لماذا يتم مهاجمه المواطن البسيط، وضح اسامه انه لا يعني ابدا المواطن المظلوم الذي قهر فعلا، يعني له الحق كل الحق في الحديث عن من يشاء، ولكنه يحدد حديثه للصحفيين للإعلاميين لأصحاب الرأي للكتاب للمفسبكين النشطاء يعني الذين يستطيعون توجيه الرأي العام، أن يعني يحددوا بكتاباتهم بأقلامهم هذا هو مجهودهم الحقيقي في المعركة، أن يوضحوا من هو العدو الحقيقي، ولا يقول لا يغض الطرف عن أخطاء الشرع عليهم يعني الحديث عنها، ولكن أيضا نسبة وتناسب على الأقل، يعني يجب أن يوضحوا من هو العدو الحقيقي ولماذا أصلا البلد وصلت لهذه المرحلة إلا إن لم يكن يعني هم السبب الرئيسي. ما رأيك؟ طيب في نقطة مهمة أنا أريد أن أقولها، يعني تخيل الآن مثلا والمواطن يعرف الأخ أسامة يعرف والجميع يعرف أن الشرعية هنالك شخصيات داخلها سواء كانوا وكلاء وزارات ومستشارين أو ضمن تركيبتها سواء كانوا متواجدين في الرياض أو في اليمن أو في أي مكان، يعني مديئة مجنتين أقلامهم ليلا ونهارا باستهداف مثلا على سبيل المثال والتوضيح استهداف حزب الإصلاح وهو أحد أعمدة أركان الشرعية داخل يعني في البلاد. تخيل هؤلاء يكتبون الليل والنهار وهم كانوا سواء من الذين كانوا محسوبين على النظام السابق أو كانوا يعني من الذين تم استقطابهم وهنالك يستلمون رواتب وموجودين ضمن أجهزة الدولة وبعضهم كانوا وزراء وبعضهم كانوا وزراء يشتغلون الليل والنهار على مستوى المواقع وعلى مستوى القنوات وفي كل يعني ضد أحد التيارات أو أحد الأحزاب الأعمدة الموجودة داخل الشرعية. ماذا يمكن أن نسميه مثل هذا التصرف؟ يعني انت الان انت مواطن الان عندما تجد شخص مكتوب على الشرعيه سواء كان يعني كيف يمكن القبول لاحد وزراء الشرعيه عندما يصف الجيش اليمني بانه ميليشيات؟ يعني
يعني كيف يعني ما الذي يمكن ان يقوله المواطن او يقوله المتابع لنادي في البلد عندما يكون هنالك مستشار في رئاسه الوزراء او في وزاره الاعلام او وكيل وزاره الاعلام يصف الجيش بانه ميليشيات وصف احد الاحزاب بانه دعم للارهاب؟ يعني مثل هذه اللغه من داخل الشرعيه الا تحدث التشويش؟ يعني انت الان يعني الاخ عندما يطالب بان يكون هنالك توحيد للمسار الاعلامي، من تطالب؟ يعني انت الان تطالب المواطن البسيط الذي هو انعكاس لما يجري فوق او ماذا؟ يعني الشرعيه نفسها هنالك اجندات، هنالك كل واحد معه تيار، كل تيار يغير الطرف الاخر. الان تابع، انا استطيع ان اذكرك الان بالاسم من الرياض ويستلمون بالدولار وعلى فنادق وتفاصيل، وتابع يعني صفحاتهم في الفيسبوك وصفحاتهم في تويتر وتابعهم في القنوات. ما هي يعني ما هو الدعم الحقيقي الذي يقدمه للشرعيه؟ انظر ما هو الخطاب، تامل يعني في اللغه الذي يقدمون. يعني مع الاسف الشديد يعني لا يعني لم يتكلم احد داخل مؤسسات الشرعيه ان هذا يشتت جهودنا. هذا الان يقدمنا صوره هزيله. هذا يعني انا سازيد اخر مثال فقط، وهذا ربما نشر احد يعني على ما يجري داخل الشرعيه ذاتها. يعني محافظه البيضاء عندما رفعت تقارير الى الولايات المتحده الامريكيه بانه يدعم الارهاب، التقارير جاءت من داخل الشرعيه نفسها وليست من خارج، وتم استهدافه من الشرعيه وليست من خارج. وعندما يعني كانت الشرعيه في الكويت تفاوض امام والعالم يتابع، تاتي الخزانه الامريكيه وتصنف على قائمه الارهاب، وكان استهداف للشرعيه بذاتها. عدد من الشخصيات الاخرى التي تم استهدافها على من قبل الخزانه الامريكيه، يعني من خلال شيئين، من خلال اول حاجه رفع تقارير وبعضها كانت من داخل الشرعيه، والثانيه من خلال قيادات اعلاميه وسياسيه من داخل الشرعيه كانت تشتغل وتؤكد مثل هذه الاعمال. وفي المقام يعني في النهايه كل هذا يضعف الشرعيه ويشوه صورتها سواء على المستوى الداخلي او سواء على المستوى العالمي. نعم، إذا دعني أنقل هذه النقطة أسامة. يعني في نهاية الأمر الهجوم على الشرعية ليس فقط من الإعلاميين، ربما الإعلاميين حين يتحدثوا عن الشرعية فهم يتحدثون عن حقائق فساد بوثائق، ربما أغلب الإعلاميين يعلمون أنه لا يجوز رمي التهم إن لم يكن لديك وثيقة تدل على هذه التهم. ما يثير الأسى كما تحدث الأستاذ فهد أن هناك من داخل الشرعية من يضرب في الشرعية ومن يضرب في حزب يعني يعلن ولاءه للشرعية بوضوح، يعني تحدث عن وزارات، مستشارين، وكلاء وزارات، يعني هم من يقدمون حتى تقارير ضد حزب آخر. يعني النقطة واضحة بالنسبة لك، يعني كيف يمكن يعني أنت تقول للإعلامي الذي لا يوجد لديه إلا القلم أن لا يتحدث الآن عن هذه الأخطاء، وهناك من يفتعل هذه الأخطاء من داخل الشرعية ذاتها؟ بالتأكيد، يعني الشرعية أيضا يعني مصابة بكثير من هؤلاء اللي كنا نسميهم اصطلاحا عفافيش مع احترامنا، يعني معروف من داخل الشرعية ويشتغل ضد الشرعية، يشتغل ضد أجندات الشرعية. للأسف أنا وأنت وفهد نعرف أنه الشرعية فاقدة الحيلة. يعني لا تستطيع ان تصل وزير معين. خلينا نكون واضحين، عبد ربه يطلع له القرار، يوصل له الرئاسه من السعوديه او من الامارات، يوقعه ويعترض على ما شاء منها. لكن احنا عارفين انه فلان وفلان وفلان يعينوا بقرار بضغط من السعوديه، وفلان 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 يعينوا بقرار من الامارات، والدليل في الجنوب وفي عدن، في اناس يفرضوا لا يؤمنوا بالشرعيه، يحضر اجتماع مع الحكومه الشرعيه وطلع يصرح ضد الحكومه الشرعيه وضد نائب رئيس الجمهوريه وضد رئيس الجمهوريه، يقول هؤلاء كيت كيت كيت. هذا هو يبيخ بنفسه بالاخير، يعني انت الان تمثل هؤلاء اللي تكلم عليهم. يعني ايضا التعيينات، يعني لما يعين 15 وكيل وزاره الاعلام، احنا عارف انه تعيينات هباء، يعني هذه معناته انه يا جماعه اللي تصرفوا فلوس للحكومه اليمنيه من الطرف السعودي اعتمدوا لهذول المخصصات، ولا وين مستشار لا يستشار، وكيل وزاره بدون وزاره، وزير ما عندهش مكتب، وزير يحنب بتاشيرات الخروج والعوده. انا اقول انه الحكومه ليست بريئه من كل هذا، انا اقول ان الحكومه تكاد تكون فاقده حيله، ليس لديها مساحه للتحرك، لذلك بالإمكان أن نطنش الحكومة ونأخذ منها صورتها واسمها. الجانب اللي يهمنا منها أنه عندنا غطاء سياسي، عندنا غطاء كي لا يعتبرنا العالم كلنا مقاتلين عشوائيين، لا، نأخذ الجانب السياسي وننتقد الأخطاء، ولكن أن ندرك أنه إحنا المعنيين بالمعركة. لو خذلنا فلان داخل السعودية إحنا ما بنخذلوش، لو وصف الجيش ميليشيات إرهابية هو كلامه مردود عليه لأنه سخيف، لأنه من السخافة أن يمثل جيش ويدعو بإرهاب، يعني أنت إرهابي يعني. تمام، يعني إذا هل يعقل أن يكون كل ذلك، يعني مثلا أنت تقول أنها فقدة الحيلة وأنها لا تستطيع أن تعمل شيء، أن يكون أيضا مبرر للفساد الحاصل ومبرر للسكوت؟ ليس مبرر للسكوت آسيا، لا، يعني أنا قلت أنه الكلام في هذه النقطة هو كلام دقيق وحساس،
وهو يعني المشي على مساحة ضيقة جدا. بإمكاننا أن نحتفظ بحقنا، نحن قلت لك أبناء الربيع لا يمكن أن نسكت على غلط، لا، لكن أنا أدعو إلى مزيد من الهمة في الجانب الآخر، في الجانب الصحيح، نعم، في جانب الحوثي، في جانب، نعم، لأن آسيا يعني كل رصاصة لا تطلق إلى صدر الحوثي هي مشروع رصاصة مرتدة إلى ظهر المقاومة، نعم، وإلى ظهر مشروعنا في استعادة الدولة. إذن فهد، ما رأيك؟ يعني تحدث أسامة، يعني قال ربما الجميع يعلم، أنا وأنت وهو وكثير من الزملاء الإعلاميين يعلمون مدى حيلة الحكومة في مسألة التعيينات، في مسألة قبول سين من الناس أو صد من الناس، هي مجرد يعني توقيع على ورق يأتي جاهز من الرياض أو من الإمارات. في ظل حكومة فاقدة الحيلة كما يقول أسامة، هل نستطيع أن نوجه أو نزيد من الضغط حول العدو الحقيقي دون نسيان الأخطاء الحاصلة؟ يعني هذه هي فكرة أسامة، يعني لا تنسوا العدو الحقيقي في ظل انشغالكم بأخطاء وفساد الحكومة. تحدثوا عنها ولكن مزيدا من الهمة لأجل العدو الحقيقي، ما رأيك؟ أنا متابع من بداية الحلقة، ولا حتى لم كان الصوت مشوش عندي لما استمع ما قاله الأخ أسامة، ولكن أنا أريد أن أطرح سؤالا، هل الجيش الإعلامي الرسمي الذي تملكه الحكومة الشرعية يشتغل يعني يمهد الشرعية ويعكس سياستها، أم أنه مشغل بتصفيه حسابات كل شخص يصفي الآخر؟ يعني إذا كنا الآن سنذهب إلى المواطن البسيط الذي يكتب على صفحة الفيسبوك يتابعها 200 أو 1000 أو 2000 ونحاسبه ونعاقبه ونقول أنه كان وكان، ونترك الأصل المشكلة الحقيقية. أنا أتمنى أن يكون هنالك حلقة في قناة بلقيس تتناول عن إعلام الشرعية، عن الإعلام الذي يعني الإعلام من داخل الشرعية الذي يضرب الشرعية. نعم، ربما هذه النقطة تحدث عنها أسامة، اسمح لي أستاذ فهد حتى أنقل لك يعني نعم أنت لم تستمع لحديث أسامة، يعني هو يتحدث أيضا يقول لك يعني ما هو هذا الإعلام الرسمي، إذا كان هو أصلا إعلام فاشل منذ يعني حكم المخلوعة، حاليا هي عبارة عن غرفتين معطى لهم، أغلبهم يعمل دون رواتب، يعني وقالوا لهم أنتم تمثلون قناة اليمن، يعني في نهاية الأمر ليس الإعلام الذي يعول عليه أيضا. المشكلة في الشرعية ذاتها. أنا سأضرب لك مثالا بسيطا، يعني جماعة الحوثيين ألقطت أكثر من 35 موظف كان يعمل في وكالة سبا للأنباء، وأغلبهم متواجدين في عدد من عواصم العالم. حتى الآن الحكومة الشرعية ترفض أن تدفع لهم رواتب فيما استقطبت شخصيات من داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، من الذين حرضوا على الشباب، من الذين حرضوا على الدماء، من الذين ولغوا في دماء الشباب ويعني في ثورة التغيير، ويستلمون اليوم بالدولار، ويعني ولهم رتب ولهم يعني وكبرت لهم مصالح، ويشتغلون خارج أجهزة الشرعية. أنا أريد أن أتساءل، لماذا هذه الشرعية تسكت؟ لماذا هذه الشرعية جندت هؤلاء؟ لمصلحة من؟ يعني عندما نقول أن الشرعية ضعيفة، من الذي أضعف الشرعية؟ هذا هو السؤال الحقيقي. من الذي أضعف الشرعية؟ أين هو إعلام الشرعية؟ من الذي يشتغل إعلام الشرعية؟ يعني إذا قلنا الآن أن الشرعية قد انسقطت، ويعني من الذي يسقطها؟ نعم، اتضحت الفكرة. دعني أنقلها. من الداخل. نعم. دعني أنقلها إذن يعني لنختم بها مع أسامة، يعني في نهاية الأمر يقول لك هذا الإعلامي هو أيضا موظف مقهور، موظف يشعر بالغبن، فصل من عمله، نعم، لم يجد يعني من يأخذ له بحقه، وعين من يعني هو الضد، يعني هنا بالضبط النقطة هنا، إذا من الذي فصله؟ هنا بالضبط الموضوع كذا، إنه من الذي فصله؟ الحوثي وصالح، نعم، تمام. ومن الذي تخلى عنه؟ تخلى عنه الحكومة، تمام. إذا أنت توجه 25 لعنة للحوثي وصالح اللي فصلوك، وخمس لعنات للحكومة. لماذا لا؟ مش يعني 25 لعنة للحكومة، مش اللي فصلتك، أكيد 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 هي، نعم، مسؤولة، تعوضني، ما تجيش تجيب غيري وتأكله وتشربه وتحت أي مبرر، يعني لا، ويجيبوهم من صنعاء واليوم الثاني يطلعوا مع علي عبد الله صالح، عارفين كل هذا البلاء. لكن أنا أقول لك، أنت الآن كإعلامي مفصول، كمظلوم، كمقهور، لا تضيع البوصلة عن عدوك الحقيقي. عدوك الحقيقي، عدونا الحقيقي كإعلاميين وكشعب يمني وكمعركة هو الحوثي صالح. ما دون ذلك الحكومة ضعيفة، هي الجدار القصير، التحالف تائه، العالم ليس معنا، المنظمات تقاريرها مغلوطة. نحن المعنيين بالمعركة، سنقاتل لوحدنا، سنقاتل بالحجار، بالأظافر، بالأيادي، بالشعر، سنقاتل بكل شيء، لأن هذه معركتنا، نحن لا نستطيع أن نعود إلى بلدنا، وهذا كافي لأن نقاتل بكل شيء. نعم، إذن أختم الحلقة بحديثك هذا أسامة، شكرا جزيلا لك أسامة محمود الإعلامي، وشكرا كذلك لك الكاتب الصحفي فهد سلطان، كنت معنا من الرياض، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.